عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم كيف وعدتكم قلت لكم نكمل النسطق، نوريكم الطريقه ديال فتح هذا العنق ان شاء الله. المهم النسطق ديالي هو هذا، راني كملته طرست حد هنا وحبس حتى نكمل هذه الفتحه والساعات نكمل الطرز ديالي. المهم هذه هي الفتحه ديال العنق ديالنا، كتكون على هذا الشكل. دابا فاش كنحبسوا، فاش كنخليو ديك 8 سنتيم كنحبسوا، دابا غنقلبوا على القفه ديال الثوب باش نخدموا على هذا الشكل كيف كتشوفوا معي هكا، باش غنخدموا على القفه باش منين كتقلب على الوجه كتكون. المهم كاين الاغلبيه كيقطعوا الثوب من هنا وكيقلبوه على الوجه. المهم انا ما كنديرش ديك الطريقه، كنخلي الثوب هكا. صحيح ما كيعجبنيش نقطع الثوب. المهم انا نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير لها. نشدها بالفناتي بعد ما شدينا الفناتي كناخذوا الخيط ديالنا بهذه الطريقه. المهم انا ما غنقطعش الثوب، كنخلي هكا. ومهم بعد كنفيني وداك الشيء ما كيبقاش باين عاد، كيعجبني حسن ما نقطع الثوب يبقى الثوب هنا كيبقى يتسل ليا. المهم انا ندير معكم الطريقه ديالي، نتمنى تعجبكم. المهم كنشوفوا شحال عندنا في النسطوق ديالنا، بحال دابا انا عندي 20، غندير 9 ديال الغرزات من هنا و 9 من هنا، نخليو جوج في الوسط خاويين. وبالنسبه لكم نتوما شحال ما عندكم في الغرز في النسطوق ديالكم. المهم بداو على بركه الله، بسم الله. نبداو هذه الاولى، هذه الثانية، ثالثة. ما ننساوش هاديرها، كنت فاتحة هنا نص جوزة مازال ما كملتش عليها، ملي نوصل لها غنقز الغرزة ديالها. المهم ضربنا الأولى والثانية والثالثة، هادي الرابعة، كنقزو هادي الخامسة، نمشيو السادسة بهذا الشكل، نزيدو السابعة، هادي تمنية، وهادي تسعود. صافي حد هنا وغادي نقلبو، نرجعو فهاد العينيس بهذا الشكل. وهذه اللي نقزناها قبيله غنضربوا فيها جوج ديال الغرزات بهذا الشكل هذا. كنضربوا الغرازي ديالنا غير في الاول، غيبقاو يبانوا لكم الغرازي مزيان. المهم كل واحد والطريقه ديالو الفينيسيون ديال فتح هذا العنق، كاين اللي كيقطع الثوب كاين اللي لا. المهم انا الطريقه ديالي ما كنقطعش الثوب، كيبقى يتسل ليا في قدام، كنخليه من الداخل اصلا ما كيجيش باين يعني كيتفينا. من بعد غندير له واحد الدريس، دابا تشوفوا معايا كيتفينا كيجي زوين وما كيبانش، راكم عارفين كتكون الفونار وداك الشيء ما كيجيش باين، حسن ما نقطعوا الثوب كيبقى يتسل. عاوتاني غنقزوا هذه ملي يكون غاديين، عاوتاني نمشيو لهذيك اللي فوق باش كنكملوا الفتحه ديال كيف كتشوفوا مع الفتحه ديال الجوزه ديالنا، كنكملوها حتى في هاد الفتحات ديال العنق. صافي كنكملوا بحال هاد الشكل، ضربوا في هادي عاوتاني ورجعوا على الشكل، كنبقاو طالعين مع الفتحه كامله. ملي كنوصلو لديك العين اللي نقزنا كنديرو فيها جوج، هذا الشكل. نتمنى يكون واضح ليكم الشرح، كما كتشوفو معايا بدات تبان. صافي غنبقاو طالعين على هاد الطريقة، هادي غنبقاو غاديين حتى كنكملو الفتحة ديالنا حتى للفوق. نضرب واحد شويه ونرجع معكم باش نبدا معكم الجهه الثانيه، باش نوريكم الطريقه باش ما يجيش الفيديو طويل. الناس كيف شفتوا معايا احنا درنا هاد شويه على هاد الشكل. المهم بالنسبه للفتحات ديال النص كوزه غتمشيو على حسب القياس اللي عندكم، ملي توصلوا للطرف غادي تفتحوا العين ديالكم وتبقاو غادي نتوما كتفتحوا فيها حتى تساليوا، حيت كتجي غير النص ديالها على هاد الشكل هذا. دابا غنبداو هاد الجهه الاخرى نفس الطريقه حتى هي،
كنحسبو 9 ديال الغرزات، واحد جوج أربعة خمسة، حتى هادي هنا عندنا العين، يعني منساوش باش نقصو هادي ونضربو فوق منها، يعني ضربنا واحد جوج ثلاثة أربعة، نقصو هادي جوج ثلاثة أربعة خمسة، نقصو هادي ستة، نمشيو لهادي سبعة باش نفتحو العين ديالنا تما، نضربو هادي اللي وراها، هاد تمنية، هاد سبعة، صافي دابا غادي نرجعو، نضربو بنفس الضربة، نكونو واحد العين هنا ونرجعو فيهم نفس الطريقة ديال الأخرى. هذيك العين اللي فتحناها نديرو فيها جوج ضربات، جوج غرزات، بهذا الشكل، حد يبان لكم الغرازي ملي كضربوا الصمات الاول والثاني، صافي كتجيكم عاديه. صافي نضربوا في الثوب، بقاو غاديين دابا نفس الطريقه، ثانيه ثالثه، كنقزو هادي وكنمشيو لهادي اللي فوق، نقصو واحد العين باش نفتحو العين ديالنا بهذا الشكل، هادي باش ما نساوهاش هادي اللي كنديروها في القنت. صافي كنرجعو فيهم دابا، كنمشيو بنفس الطريقه حتى كنطلعو الفتحات ديال العنق ديالنا بجوج، حنا غاديين حنا كنفتحو النص النص كوزه ديالنا، غير هي ما غاديش يجيو هادو اللي الوسطانيه اللي ما غاديش يجيونا هنا، غادي يجينا غير هادوك اللي في الجناب هكا يطلعوا لنا حيت عندنا مفتوح. صافي كنوصلوا لهادي نضربوا فيها جوج غرزات، نتمنى يكون الشرح واضح. المهم غنطلعو بهاد الطريقة هادي، نفس الطريقة اللي درنا هنا حتى نكملو الفتحة د العنق ديالنا أو حتى نوصلوهم للفوق، نخليو غير واحد السنتيم هكا القياس اللي غنطويو العنق ديالنا، صافي ونحبسو ونرجع معاكم ساعات نوريكم الطريقة ديال الفينيسيو ديال الفتحة د العنق. المهم بنات كيف كتشوفو معايا فتحة د العنق كتجينا على هاد الشكل بعد ما كنكملها، المهم أنا راه كملتها بالطرز، طرزتها وساليت، المهم الطرز بحال الطريقة اللي وريتكم قبل في نص الطوق، مبغيتش على حساب الفيديو يجيني طويل. المهم انا قديت هاد الجهه هادي فينيتها كتجيني على هاد الشكل، دابا انا غنوريكم كيفاش الطريقه درت لها باش على حساب الاول قلت لكم ما غاديش نقطع الثوب. المهم هنا هاد الزياده ديال الثوب عندنا بزاف كثيره، غنقصو منها شويه قياس اللي نطويوه لداخل، لهذا الشكل كنحيدو، كنشدو هاد التوب اللي بقى لينا هنا كنتنيوه لداخل هكا على هاد الشكل، على هاد الشكل هذا في الاول راه حنايا كنبلوه على هاد الطريقه، كندوزو
قبيلة كبيرة، ومن بعد عاد كنقدوه بشوية علينا. هذا الشكل هذا كنطوي ديك التوب ديالنا بشوية. على هذا الشكل كنطوي هاد البلاصة، هادي غير هاد البلاصة اللي غادي نبلوها. المهم على هاد الشكل الناس كضربوا واحد الضربة كبيرة هكا، نحيدوا هاد الأسود، من بعد كندير نخيطوه بشوية علينا. كنشدو هكا من الطرف، كنديرو الإبرة ديالنا، كنبقاو غاديين هكا، كنهزو شوية من التحت وشوية من الفوق، كنديرو الغرزة مخفية ما تبناش الخيط، كنبقاو غاديين هكا بشوية، كنهزو شوية من التحت، هي واحد الخويط من التحت وشوية من الفوق باش ما يجيناش الخيط باين. من الأحسن نديرو الخيط اللون ديال التوب على هاد الشكل باش كتجينا فين هي هكا من الجناب. صافي كنضربو غير هاد البليزة هادي اللي غادي نقلبوها. صافي كنوقدو الخيط ديالنا هنا، صافي كنجبدو هاد الخيط هذا اللي كنا شديناه في الاول. ممكن كتشوفوا معايا كتجي هكا باش كيجي لها الخيط مباينش. دابا غنجيبو الخيط ونثبتوها باش نديرو لها السنينات. المهم انا كندير لها السنينات هنايا باش كتغيب لنا، باش منين كنقلبو المصطوق ديالنا على هاد الشكل الشلابه، حيت القب غيجي مقلوب هكا، باش هاد البليصه كتجي هكا مفينيه وفيها سنينات ان شاء الله. حتى الفيديو قادم ونوريكم الطريقه كيفاش غنفيني الجناب ديال المصطوق، هاد البلاصه الترابي نفينيهم ان شاء الله. دابا ندير لكم فيديو ان شاء الله كيفاش نفينيهم. دابا غندوزو لهاد البلاصه باش نديرو لها السنينات ان شاء الله. الناس كان من بعد ما كنفينيوها دابا كنشوفو نفس القياس حد اللي درنا هاد السنينات هادو، غير هاد القياس هذا، غير الجهه اللي غتقلبي غتكون باينه نفس المساحه هنا. غادي نشدو التوب غندير له هكا كيف كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل، غنثبتوه بهذا الشكل نفس المساحه اللي هنا درناها. هنا غادي نبداو، المهم غنضربو غير في هاد التوب الفوقاني اللي حنا التانيين، ما نضربوش في هذا التحت كيف كتشوفوا معايا هنا، كنضربو غير في هذا الفوقاني. ها كيف كتشوفوا، نتمنى تكون الصوره واضحه، غير في هذا اللي تانيناه الفوقاني هو اللي كنضربو فيه الخيط، هو اللي كنديرو فيه السنينه ديال جوج. كنلوب جوج لويات، كنضربو غير في الثوب الفوقاني اللي كنديرو فيه السنينات. نضرب واحد الضربة، ثانية نجي كيشدو فيه الخيط، وعاد كنبداو سنينة أخرى نفس الطريقة تاهي. صافي كنبقاو طالعين مع هاد البليصة، كنديرو نفس القياس ديك السنينات الأخرين باش كيجيونا بحال بحال. هذا الشكل غنطلعو هكا حتى لهنا نفس الطريقه ديال هادو، نفس الشكل غنديرهم هنا ونرجع معكم. المهم البنات كيف كتشوفوا معايا، هذه هي فتحه العنق كتجينا على هذا الشكل. مازال بعد غنلصقوا القب ان شاء الله وغادي يتبان حسن.
المهم كتجي على شكل بعد ما كملنا السنينات ديالنا كتبتوهم بالابره والخيط، الرويسين ديالهم كتبتوهم مع الثوب باش يبقاو هكا ناعسين ما يبقاوش واقفين. المهم هذه فتحات العنق ديالي، كنتمنى تكون الشرح واضح لكم واستفدتوا معايا منه. المهم هذه الطريقه ديالي، ان شاء الله تنبغي نلصق القب ان شاء الله، وندير معكم فيديو كيفاش الطريقه ديال تلصق القب والفينيسيو ديالو، وان شاء الله دابا ندير معكم فيديو على حساب فينيسيو ديال نص طوق نكمل عليه ان شاء الله. الفينيسيو ديالو ديال الجناب هنا غندير معاه شي، غندير له هنا الفينيسيو في الجناب باش ما يبقاش يبانوا لي هاد الضريبات ان شاء الله. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معايا منه، ولا عجبكم المحتوى القناه وعجبكم الفيديوهات ما تنساونيش واحد لي لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد، وشكرا لكم بزاف والى فيديو قادم ان شاء الله.